إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عصر كوحو قبل أبنى كتابك العربية تبين يديك جزك صدحات حاشدة صدح بقول يستيدي أفرط أولا الاستيعاب والمناقشة وحوي استيعاب فهم قود إن لقد قاطو عصر كاين صامرني يضوط لقصود شيدي أما يعني وحين لا يسكو ويديو مناقشة لقسميك تدريب واحد لا يسكو كوبات أجب عن الأسئلة التالية باختصار سؤالها صوص عباسي كوبان وقت شواب واحد لماذا شكر السياد الرجل الغنية محوه قوم مهضنا قيننكي أغارصدها أي كلوما يستهى أها ننكي مال قبينكها سيولا يسنبو أوان باي على هين بو قيب سديد اثنين لماذا سر الرجل محاو قفر حيننكي الغني مال قبينك بدعاء السياد ننكي كلوما يستهى أها الدعاء ديسي وحرجيني لها كاقبل أو الباب الصمد الله فرو ثلاثة لماذا يرى السياد نفسه سعيدا محوه قو أركي ننكا وغارصدها يا كلوما يستهى إنن كتيرا نرول ونأكسن الراحلة يعني واحد إلهي سي إيمانية قناعة لأن الراحة كما مغنى أربعة ما مفهوم السعادة عند السياد وما هي معناها إلا هي سعادة أما الليبان أما نرول ونأكسن يعني قفك السياد إنك السياد في السوء أركا وحو أركا قفك إنو يهي قف إيمان لي كنا قرع سن وحي إلهي سي يعني آخر الدونة خمسة ما الفرق بين الغني والفقير عند السياد محو أركا ننكن وغارصدها محو بحكل دويه بوري ننك مال قبينك هي ننك محوها أنا وحبها يسن وحو ردد كاويني أو ملك صامران وكعاء أو سلام أو مارتي إنها مويان وحو يكو مكل دوان بول ستة كيف وصف السياد والعلاقة بينه وبين ربه محو كتل مامين ننك وغارصدها يحلل كده حيستقي إلهي وعلانو إلهي بان رميون آميني يعني إلهي بان ويني عد كلون ويني كلام مشرتب ولهلك قري كريسا سبعة لماذا صغرت الدنيا ما حيا ديضو ويرات في عين السياد سيدو إشا ننكن كلو ميساء اندهيسا ويكوير الدنيضو وعبارك إينا أنا أهين ميل ديقان هو رسميها قفك وكتقيو دبنا وحوين لما أهين ثمانية لماذا أعجب الرجل الغني بالسياد محو ليابي ننكي أها مالغبينكو ننكي وقارصاب ليابي وليابي يعني فهم كيسا قيمها بضن يعقليسا وناكسن iyey sabirkiisa qiimaha badan iyo aragtiisa iyo xataa aqleediisa dheer waxyaabo badan buu ku arkay ninkan wasulayaabay tis amal al insaan huwa alladhi yushqi nafsa qofku isaga dhibaato isu keena iyo rafaad fi ra'yi sayad siduu arkay ninkan ma aragtay ugaarsadii wuxuu leeyahay dadku dhibaato iyaga dhibaato doonaya ilaahay wuxuu uga abuuray nool fiican ay ku noolaadaan wadix dalik arinta balcade wuxuu yiri dadku had iyo jeer waxa ay iska qorsheystaan inuu qorshihiisa u hirgalo adduunyana way raadiyaan badan mana dareensana qorin waxna qorshe Ilaahay yahay waxa qorsheeyay markii qorsheysteen ama ay ku talagaleen kulkii waayana waxay noqdaan dad muraad dilaaca dhibaato ku dhacdo nolosha ku qaraaratay dabadna dhibaatadu iyagay ka imanaysa xaq dadka buulay waxa qofka dhibaato ku ah yaani waxyaabaha xaasidnimada iyo xaqdiga iyo waxyaabaha caynkaas ah qofka isaga ku abuuran ayaa dhibaatadu ka soo fusha oo arimo Ilaahay leeyahay أي فرقلني يا قفك عشر ما مستر السعادة في الرأي السياد أغيك صوب حضاء نلوش وراكسان أرأسيدا ننك أغارصدا قلبك قفك كتمادة عقليس كتمادة إيمانك سي كرسوني سي أرهما بضن وداخل النفس إنسانا أي كيما ليس تدريب تاري من القائل يا هذا الكيري هذا الله هل كان قرن يا يري وهل توجد سعادة غير سعادة المال ما واحد لهنا يراحو يليبان ينولو ونايسن او ان هين نولوشو ونايسن خولها لاغي هلي دقاله نينكي مال قبيان كبا هادل كاين اتري كيف تعود نفسك سي نفتاد او ترين كرتا سعيد ان نولو في عن كنول او راحه كنول وانت حافن غير منتعل غير منتعل ان اديكو كبلا او ان كبا وخدنين
أديكو حاف نوام حي أديكو عجاجن أو عجعب غير منتعل أن كب بحدنين كرين هجاجسنا أنا حدنين وعار قاون إلا قليلا إير أو من الأصمالي يعني هرقامه أما إيرك مارتي شرقير هي على لايرير البالية أوجبودي أو أسكومرتين بو يعني واحد على سند حنت هاي مشتري ثانو واحدي نكيم مرقلين هذا الكاس وآشا ويدي ثلاث هذه في المرة هذه تاني هي يد وحوي المرة وكل كي الأولى وجه الرئيسي التي وقت جاسو أخذت أنقاط فيها وقت جن أثمن العقدة الذي اقترحته العقدة عن سوتشي دي أنا روح أجلسي سأنو أن كب أن كب هاي عاي ليدي بيد وحبا ليجتهي أنت عايش شغليني بول هذا كم واحد إنك وغارسها أما عندانو كلو مزدا أربعة إن الناس جميعا تدخل لما أنت يبكون واحد أويا على سعادة الليبان ينورها حلا يا ثاني واحد إنك ما الغلين كا لكن مهلا ينبو خمسة ألا أحسن أنو وما مروجود على فايت واحد جتهي ومن العيش نلاشا وحنا هيسن أنو إسكمل دبر هدبولي وما مروجود بقى ولا تذهبوا ما تختن نفسي نفتيدو حسرة يدو مروجيسن وراء مطمع وح نفط أي دونتو ومن المطامع وحيامها نفط أي دونتو كم ذا نفتيد مروجي يدو أقبطة كم الدبر ده عضو كمان الدبر تكتو أحب أم أركو وح أنقعتي دو كشرن إيه أن مركا أن هيسن وحيامها نفط أي شيء عساه دونتانه ستة أحسن الله إليك الله كوناتشها كوسا مفلو كما أحسنت إليه صادقون فصم فشي كلمة تاشن هذا وحيلين كان محوها وناكسنا إياها كل ما يستاه تنضم إلى سقارنا يا أحسن الله إليك الله قوسا مفلان يوم القبان كهيبوري كما أحسنت إليه صادقين يوسا مفشي يتسي ولا يسمح إيجي إبستي وجعلك هكارك سعيدا مثل حيسنا يا أو كنا اللول وناكسن في نفسك النفط هذا إلهي ليبان هجريو كما جعلك صدق هكذا أي سعيدا كل ليباني أو كل حسن في مالك حول أولا يستطيع نفط إلهي إذا رحاها كو قريبون يعني اسكمد ما هو أولا كلا دون سعادة نفط نفط سعادة نفسية بانا كوي تمالك أو تمالك واحد كاسكي لكن نفسية أضالي وإلهكو أبورد إيمان ألا كو قري ومارك إيمان ألا أور بحشة وعطل الرمي ووحي سكتر وميلا هسكي ألا هذا حتى أدقى لكو قشيقيو ووح ميلا هسكي ألا لكن تقلبك أي قيمة له سبعة آمنت بالقضاء وحن رميانو قوانك إلهي ردي والقدر قرشها إلهي دقي أي رمي سناي خيري وحا ولا سنفت شعشها يو سري وحا حن يعني دبات تضع نفت آنك علين قفق صومري كرا لبضا بوا رمي سناي أينو الله قريب لي ومركا آنك وحا روقه وحا آن إلهي قرنينانو يقول دعين وباليوم الآخر آخري وباليوم الآخر ما أنت تنبي قيامان هو الرمي ثوابي المريت وراكسن يو عقابي عقاب توقف دباطل وقواب المريو فصغورة الدنيا الدنيا دابا كوير في عيني لبضي دي اندود اما في عيني الشيء دا انا قلت دو كوير تاي ويوح روغ هاي انا وح الهي اي قري او اسيقي يا بجرين او وناقة اما وح دبا ايقو دعايا او الهي قري نمجرو مدى لبض آخر على قصو عضايو ثوابك عقابك نو اجتلان وح لسيشو قروا مال مبا مال مهنة wax ilaahay qoray oo khayr u ma heli kara wax ay u soo gaari karaan wax ilaahay ay qoro dhibaato aan bay soo gaari kara marka nolosha adduunyada iyo deblaanideeda iyo waxay tahay dhaxroorkeedan iyo doowxan lagu doowxayo aniga eeguma dhibayaan buuri kabigeed wax weyn lama aha saasa ila yaraatay wulid tadrib taalif leeliska saddexaad kayfa sawara siduu u tilmaamay alkaatibu ninka qoraagii ma yiri hadalon soo socdo waxyaabahan soo socda siduu u tilmaamay هيئة السيال موقال كولية نيكا كلو ميستاهي دي موقال وحو تلمامي آنكبا قسنين أو كبالا أوندر هايسن قسنين على الغوغو أي أوبالية يعني اسكمري تنين حياة الأغنياء سدو تلمامي يعني نور رحلب وكو تلمامي مركوري مارتي نيكي أيو تلمامي إني يعني نيكا مالقبينكو أميسنا إسلام مركا وحاقلو كو تلمامي سيابب كالدوانو بضمينو صوت تلمامي ونيكا حتى سياد جوحولي على روح يعني مارتي قف تشيل كتير سمبر لحرارة كله أيو كده جي هيبوري منك ما القبان كي سحر يدو مص عنكره سحر يعني وما بيحكره يعني قف لباتو كتير أيابو كتير ما ملا وحنا كحرب نبضن أو حليك نرال في عني كأنا حدا هاي سمبر نين إنه قرب لا إلالي أو باهنا لباتو يعيد كتير كتير ما ملا غيب خميدة ثلاثة حياة الفقير في مدمعه في مطعمه ومسكنه
نوقت المامي نك فقير ك نلشيس حق عن تضي حق هوي جبا هل كهوي جود جيني هاي كواكش وابو لي هاي خمسة تشبيه هالكاتي كتاب إنك قرآن وحوى كيسي لحارة الفقراء وحوى كيسي ضدك حارة أما تلمان تعي كتير ضدك فقراء يولا غنيا ضدك مالك قبا بالسمك الكلون وحوري يعني قفك غني جاهي وكلون لقصة قبطي بض يأكل وأنا رغاخر وحير ودبات يكديد هايستو نينك خلناه أني بدي ستباري مشحية أدونك عدي لي سعيد وعلى ويس كيرت هاي وارتع عبسي بضم ماله واحد بدن لما هو يدينيو حل بدن مصهرنا وأن نورس عن كنول بقولين كفقير كي لكن نينك مال قبلك دبات هاي ستة يعني لفيس أيه وبقية إسلام مركا يعني قولي جيسك ما صوب حكره إلا وانت صوب قار استعوضه اسمه شغوليو حتى مركو صوبه قفت تجارو تلجن أنا رقاق كرين أو إسلامنا إياه أولي والقاب كاجا يعني هو صدعين أو بدن إسلامنا إياه ويان بقولي كذي كجر رفض أيه صوت المام وأنا وحكيت ترى إن الله سواه عزي وهو حقا ده كوي شغل مال قبائل ولا نقدان لكن مال قبائل نبضو يبقى تين بضم بيلاده وضطك مرك هني مالك هايزن أنا جرني بضحنا بضنا وكسي درنتها نظرة الناس إلى الأغنياء تدخل سوار كان تدخل مال قبائلك تدخل سوار كيان تدخل مال قبائلك حياة الفقير في بيتي قف قباها نسيو قولي سوغنو لهاي وكالي سيدو يعني كواس وكالي سيوو تمامي علاقة السيادة بالرب حيرك وللي هاي قفك يعني نكو وارسلها إلهي وعابده يعقدي ديسي كواس وكالي سيوو تمامي مقابلة السيادة للأحزان والهموم محوكو قابلة ninkii kolomaysaha murugooyinka iyo uu ku talada wuxuu ku soo kordha muxuu ku qaabilay yaanna faraaliya oo qadarka Ilaahay aaminsan ay ku qaabilay nadrata sayadi lil maut muxuu arkaa ninka kolomaysaha ee geerida wuxuu waxa markaa kolomaysteen geeridu tahay oo mar dadkuna adduuna ba tahay dadkuna kaloo ku dhex jiraayeen shabakadiina sina u sito oo qolba ku soo tuurayo dadka qaaday qaarna haraya haday qaar maantaan biradana u qaadayo yaani adduunadu waxa iska caynkaas u leeyahay bad baynu ku dhex jirnaa inana kaloon baynu nahay kaloomaysan waa geerida dadna marba in buu qaadaya dadna wax lagu si farxad weyn baa ma baraha buulee waana sawir la yaab leh oo si iska yahay baa tajrib raabe mal fikra waa maxay talada ar-raisatu ugu weyn ama madaxda oo ah li kulli fikratin tudu kasta ama hadalka soo minal fikraati taliya كملة تدعيه أما هذا لا صوصه الفقرة الأولى تدعى كوبات الفقرة الثانية تدعى لبات الفقرة الثالثة تدعى صدحات الفقرة الرابعة تدعى أفراد الفقرة الثامنة تدعى سديدات الفقرة التاسعة تدعى سجارات هذا الكلام نكشري فقرة واحدة مئة صور نقطة الانتهاء الله يقه أو هلق لبعدا جوكسي جاه أيتال لبعدا انتهى اسكحرن مدل بفكرة ده كشرته انتهى عن شيء midal ba fikradda ugu muhiimsan ee aad ka fahamtay ka soo saar bukuli tadriib khamis ma ra'yu sayyadi fi ma yari muxuu arka waxan soo socda ninkii kalumaysta as-saada al-maliya yaani raaxada xaga xoolaha uma arka raaxo weyn isagu taa as-saada nafsiya yaani raaxada xaga nafta ah taa wuxuu arka wax qiimo waa wax qiimo leeyd khamsa shahwatu al-akl wash-shurb yaani ma'aanka unta iyo cabida oo arka inay tahay oo wixii aad u baahan tahay ayuu ma macaan leh oo untadu waa maxay macaankeedu waa inaad u baahato oo gaajo ku qabato arba hayaatul aghniya hayaatada muxuu arka ay ku nool yihiin kuwa maal qabankii hayaato wuxuu ku arka sijin iyo jeel jeel bay ku jiraan buu arka waan in loo soo dibo nolol fiican ba ahayn ba علاقة الإنسان بربه مهارك حرك يسقي قفك إيو أله يسكر حياة توا أضوني ما يعباده إنه أضونكو أضون له ونقض آمن الرمي يعني أرمى بضم بصوت المامي الحياة والموت مهارك جريد ينورش مهارك كوانا صوت المان سدو شيء يعني وصورع ثاني المفرد والتعبيرات إما كنا حوية وأري يعني التعبير أما عرس تدريب واحد هاتي جمع الكلمات التالية سوقات إرياضا كم عودة من الناس هذا كان مركز سوقات مركز شعاع لها شعاع وافتي فلارا أو كلا وعلى قوة معي أشعة فلارا على قوة معي تنوى كوكب وحدق مثلا كواكب على قوة معي رذيلة وضغنحن
waxa lagu jumeeyaa radaa'il dhaqamada xun wa halkana ya madhhar muqal wa wax ku muqda ama yani sawir yani shayga marka madhhar hadii lagu laa yani muqalka barwaaqado kale waa muqal muqalka colaadu waa kale waa mid tan nabadgelyadu waa mid yani tafaqrigu waa mid taabar muqal waxa laa yani wax maartay marka jiro oo ku muqanaya ama ha ahaado wax yar ama wax weyn ha noqdo madahir baa lagu jumeeyaa marka jamaa waa madahir tawq tawq waxa weeye mid kale waa shay sa kuush oo kale luqunta kuugu jiro kale tawq adwaq baa lagu jumeeyaa adwaq unuq waa luqunta waxa lagu jumeeyaa acnaaq luqumaha mawkib waa jamaa mid kale koox mid kale wada socotaa mawkib mawaakib baa lagu jumeeyaa mawaakib kooxo dhillum mid kale waxa weeye dhill waa dabar ama katiinad katiinada wax lagu qabto kale marka jamaacad waxa weeye aqlaal katiinada lagu jamciyaa caasifatun waa duufaan oo maaragtay dabaylaha waaweyn cawaasif baa lagu jamciyaa almadcam midalan waa hudheelka wax laga cunaa meesha laga cuntiyo mataacin ee lagu jamciyaa qasrun waa dhismo weyn oo fooqa qusuur baa lagu jamciyaa almarju waa keymaha barwaaqada muruuj baa lagu jamciyaa muruuj lagu jamciyaa tadriib taani layliska labaad maa macna alcibaaraati taaliya hadallada soo socda macnahoodu waa maxay saqurati dunyaa fii cayni ishayda aniga dunyadu waa ku yaraatay oo dunyadu wax weyn lama aha yacni qiimo badanay lama leh buu leeyahay itniin yamuddu nnaasu acnaaqahum naxwa alaqniyaa yamuddu way taagaan ama way fidiyaan annaas dadku acnaaqahum luqumahooda naxwa alaqniyaa xaggay ka xigaan dadka maalqabeenka ah haddii qof maalqabeen soo maro umadu way sii kala yihiine dadka qaar baa aada u weyneeya dabeedna saasuu qofku hanqalka ula soo kacayaa waa la qooransanayaa si loo arko yacni ninkaa maalqabeenka ah luqumahay u taagayaan xaggooda talaata akhdaa sahmu fulaan leebkiifu hebel wuu garab maray waa marku qofku ujeedo u lahaa uu ka leexdo ama ku guulaysan waayo ilaa leebkii hebel wuu seegay ama wuu garab maray halkii lagu riday yacni leebka markaad meel ku shiishto ama aada ku toogato inuu ku dhaco halkii inuu garab maro soo maaha waa marka qofku qorshe iyo go-aan iyo hadaf u lahaa uu la waayo ama aanu ku guulaysan waa akhdaa sahmu fulaan hebel leebkiisa uu garab maray halkii uu ku riday alisaanu saciidu bifidratihi halkaana lagu leeyahay qofku is ahaantii nolol raaxala baa ilahay u abuuray inuu ku noolaado oo iimaan leh oo caqiide leh oo maaratay akhlaaq wanaagsan leh oo qanaaco leh inuu ku noolaado ilahay u abuuray oo siduu marka hore u abuuray waa sidaa laakiin isaga qofku wada qaldan jeexda khamsa jamiicu maa fii yadi linsaan waxa dadka gacantiisa ku jira oo dhammi caariyatun waa ergiso uu ilaahay u dhiibay oo loo la siiyey oo musaradatun laga ceshan doonee ma aha wuxuu isagu hantuu leeyahay maaha naftiisa hadday tahay iyo wax alla wixii kale ee ka farcama dad iyo dunyo waa wax argisa ah oo qofka laga qaadaye wax u joogiyo weligii maaha sita qatra alayaama qofkaasi maalmaha wuxuu ku dilay cilman aqoon wa tajribatan waaye aragnimo siduu maalmaha ugu dilay yacni waqtigiisi wuxuu ku bixiyey weeyaan aqoon iyo waaye aragnimo asalane qatra alayaama cilman wa tajriba maalmihii wuxuu ku dilay aqoon iyo waaye aragnimo yacni waxbarashuu waqtigiisi ku qaatay waaye aragnimo waaye aragnimo waxaa ka timaadaa inuu qofku shaqo qabanayo shaqadan dabeedna waaye arag uu yeesho maaratay oo uu ku noqdo yacni qof aqoon u leh muxuu ahaa sabca hal acuudu ilaa manzili inaan ku noqon doono gurigaygii xaamilan anigoo wax xambaarsan oo wax sita ama maxmuulan ama anigoo laysido wuxuu leeyahay noolaan doono oonoo kalluunkii sita tegi doono iyo inaan dhiman doono anigoo laysido laygeynayo gurigayga ma kala garanaya buu marka adduunyada anigu sidaa ulama weyne buu leeyay maadaama aanan garanayn waqti ay gaadhaysaba waxa iga dambeeya inaa aan ogahay buu leeyay thamaaniya tuftaxu lahu abwaabu samaa waxaa loo furaa albaabadii samada almuqlaqatu ee la xidhay duunahu inta isaga yani ka sokaysa yani xaggiisa xijaabka laga xidhay ayaa loo furay waa marka yani qofka ducada laga aqbalo tadriib taalid layliska saddexaad maa macna alkalimaati taaliya ereya soo socda ujeedadoodu waa maxay annamaam oo qofka wardadabaya diradaraaga badan namaam maaratay addamaac waa qof damac badan oo waxaan xoolo cirdoona oo waxaan lahayn daydaya un almuqtaab waa ninka hanta badan alxaasidu nolosha dadka u guuri waaya ee nicmada ilaahay bixiyo ayuu ka xumaadaa
الحقود وأن علاد بدن الحقود وعلاد بديه وقفة واحد أحمرين أي علاد بدن هي قلب يسوع وحقوق عرب بدن هي علاد بدن عيل قبي الكاذب وبياناله الظالم وقردرنه وظلم يقدره قفة خود أمته السعيد نول ونعيسن كنول رياض معنه دون وقوة الوحدة السادسة عشرة وهو قريبتي لحية تبنات من يوميات وليد ما المه صومري منك وليد لا إله هذا أما وليد لا إله هذا يعني مدى شيء يوميات وليد مدى شيء ما المه صومري ومقع عيسى مقع كله يعني المدى شيء ويان قبل ما قبل القراءة آخر كهر أنت هنا أنت آخرين أما النسك هذا كم نص لا إله أنت هنا آخرين وعقولي من قراءة كل العنوان مركز عنوان كي أخذها الكل الجهر ومحله قل مني يوميات وليد المدى شيء ما المه صومري مركز عوان كاخذ هل هذا النص أفرسه نص كان أما هذا الخير نقص وصعداء واقعي ممد عيبا أو خيارين مسوى من الأول ورسوى من الأول ومارت إذا مركز دماغ قرندون طاي يعني هو حقيقة ما هي وهو يعني هو حلق رب حيون كيف توصلت إلى ذلك سيدكو قاتي إنه خيالي هي وأنا هين حقيقة عضي هذا الكيس يسوك هالشيء قدورة اثنين كل الكلام الذي قاله هذا الكويري أنا سنوانك رسالة قورة من دونه أنا سويري كان في مكان واحد من ملك اليو هذا الكاس فوض العيب ما يميلا بضم بمريم اقرأ بداية كل فقرة واحد أخر داها فقرتك ستدعو كستو اسكحرا بلو قيدة يو نهايتها لما كيدة وقل واحد لها داها أين كان أنس هل كي أنس شوغين شك كل هذه المدة مدة دا صورا هذا الكاس السعودي هل كي شوغي إنين كان يري لغشي كين دونه أين كانت أم أنس أنس ويدي هل كي شوغتي إن أربعة انتقد أنس أشياء وحر دليلة أنس وحر دليلة أشياء كثيرة أرهم بضن منذ خرج لقبل أبو مرقص وبحي من بدن أمي علو شهيد مرقص وبحي وح بضن بو دليلة أذكر بعض منها والوحى بضن دليلة وسو تشيدي قار كمدة شك من يوميات وليد المرد شيء ما المه صومري أنا ضيف جديد أنا وحنا مرتع صب أو قصو كرني في هذه الدنيا أدويدا المير على شبه أرنية عمري داديدو أيام وامالمو قليلة تير مركزو خيالي معها إلى المهم كده شيء أرمها مسوء مورن كره ولد سواها عن كده شيء في أسرة مسلمة قويس مسلمة ما كده شيء سماني وحي إيبحي أبي أبهي أنا سنبو إيبحي مقع على إله وكان وهذا كاسر وحوي مقعاسي واسم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أذيقه رسولك مقعيسي السحابي السحابي اللي ورنشري أنس بن مالك رضي الله عنه لا رأى لكن نقضيه وكثيرا ما إن بضنبان أسمع مغلي شري أبي أبهي ويقول له أسأل الله إلهي وحن بري إياه أن يجعلك هنا وخارج هنا يهو مثل أنس بن مالك الله خارج أبو أبهي ورنشري بول وفي الحقيقة عفوا وفي الحقيقة رنأهانتي تنتابني وحي قد عشرتي وي هليلي شرتي مشاعر الشطاء دريمك لدوان بأي هليلي شري oo uskan jiray iqabsan jiray dareemo kala duwan muddo lahadati laga soo bilaabo xilligi aladii alati waqtigi insha Allah ta'ala ilahay uu doonay ana xurjo inaan u soo baxo fiha waqtiga ay lahadada ila dunyada iyo soo baxaan dhasho fa ummi hooyaday aqrabu naas ilayya wa qofka dadko dhan igu dhaw lama nazaltu markaan u soo daadagay ee u soo dhaadacay ila hadii dunyada adunyada aan ku noolahay calooshayda ka soo baxay wa ta'ala kor u kacay bukaay oo hinteed ee aan qeyliye ilmo ma qorasho saawso dhacu oo yaa ee aan qeyliye buu yiri kuntu waxaan ahaa anta dir waxaan sugay anta dumani inay hooyada ugu qabato ila sadriha laabteed ila saay ugu qabtaan sugay markaan saawso dhacay buu ee aan dhawaaqay wa tuqabbilani in hooyada dhunkato ayaan eegay walaakin lama jidha hooyada ma helin markii aan soo baxay ee maartay caloosha aan ka soo baxay wa calimtu waxaan ogaaday أنها هويدي أنها يدو وهويدي نائمة تريليش هردو في غرفة قل يمقس مجاورة لي إغوحيقة وأكتها إذا أيدي هردار أغادبو لي أنما كانسان صور العيبون تسمى وحلق معابا قولك غرفة العمليات قولك وحلق قليك يلا هذا قليك ومارتي هويدي عمليات بقى لقسم يقلين تبنى هالكيب أولي تشيفته وجاءت امرأة قوار بايتبت تلبس وحرانتها ملابس بيضاء مريعة عبد تحملوني وحي إيقاتي وإيقاتي عاريا أنا قوم بإيقاتي كبير داسي واثنين رستاهيد
وتغسل واي ما يدي جسدي شركي ما يدي ثم تلفني وحي قد وبتي في قميص أخضر قميص يعني وحي يقري شارع وحي قد وبتي شارع دوغة يقد وبتي أمام الدوغة ثم حملت وحي قادي هذه المرأة قبرناسي وحي قادي وارع عريقو أبكي أوي بكاء أوهن مرا قرات أوهن قرات وأوهن آدو أدك عريقو أوي حقي قادي إلى أبي أبهي بيجيسي الذي أبهي والذي أبهي كانها سعيد من آدو غفر أحسن برسدين فضمني وحي قبتي إليه حقي سساس الله أبتي قبتي وقبلني ويدون كداني ومرد اللي يقول دوبي وحضر وحو كاري تمرة حبت تمرة أيها أبهي سوى قادي فلاكها تمرته على لي بأسنانه الكيسو أبهيكو على لي ثم لانت حتى لانت إلا إشرعضو أي نقطة سموتك وكالي لانت إلا إشرعضو أيو على لي فأخذ وحو قادي قطعة إير قبير أو صغيرة إير بأسبعه فرتي سوكو قادي إير أو تمرتي كمدا ووضعها وحو ريقو قلي في فمي أفكي قو قلي حتى امتزجت وحو كمي لانتي انتي يريد بالريقي عن روفتي دي بانتي يريد كمي لانتي ثم حملتني وحي قاضي المرأة قبل لفتي دي قاضي بسرعة سيدخساء ودخلت وحي لقشي بأريقة إلى غرفة قلبة لقشي مكتوب عليها قولك وحي كقرن الحضانة حنانين وميشي حنانين تا كقرن قولك وحي اختركي وأردت وحن دمعي أنا أقول إن هذا لا هي قرينا هلكنا على هذا دمعي بولي أنا قوم كذا شيء وأنادي أنا رواق أبي أبهر رأيك على أبهي أي أنا دمعي لماذا أنا أبي أقول هذا لماذا تتركني ما هذه قتريسة يا أبي أبوي ولكني أنا أقول لا مصدع ما هلي كريم وهذا كذا ما قرنا يبول ما هلي كرو وضعتني وحيدك تي الحاضنة تكبر لي حناني ذاتك حناني يسي في صندوق الصندوق بيجوردي سجاجي قرارة أو صغير ير صندوق قرارة أو ير بيجوردي مركز صورة شيء ثم تركتني ويجتكتي وغادرت الغرفة قل كي ويجتكتي قل كلفتي سبك بحضي وهي تنطق يدا كهاليسة بكلمات أريه كهاليسي لا أفهمها أنا أنا جرني قبل مرك أريه أنا جرني أي كهاليسي صندوق قرارة يجوردي طبعا ما ويسك بحضي قل كي ويكبح هكذا مسلاسي أي يا أمي هويوي أهكذا مساسا يا أبي أبوي تتركاني أديك تجي سامان الليبوري وحيدا عني جو كليدية في أول ليلة هبين كي يجوه الرئي في الدنيا الدنيا لا بد ويكم قي ويدي والله قلي قفة عمليات بيجوك تدابينا وكتجي وحلا الكاري ما هي قل كي حنا نظر وبينما أنا كذلك وقت أنا وأنسي دا كتشرو أو قرادي أنا كتشرو إذ بي أنا جو وحنا الكاري وحنا بذ بي أروه أسمع وحنا مغلي صوت بكائي عض وهنأ أو قريب يدو مني أنيجا فنظرت وان أجي ساسارو يقول حقي وهين تكب حضي فإذا بالرضيع كير الناس كشقيا أو صغير ير أيان ينام سنوح هردا في صندوق صندوق بكشرة مثل صندوقي صندوق يقال كريسة قناع أو قرارة وفجأة سكديسة وارتفع كر وضع غيلي صوت البكاء عزكي وهين تعالي سوادر قاقم بودي لهذين بوري وإذا بعشرة أطفال كل قيلة سخدرين طبعا عهورو يرير أيا في الغرفة قل كن كتشنا أنا وأن كتشرو أو يبكون أوي لبكاء هذا الرضيع مركي المها يري أوي أيا قيلة خدر في تنكوك لا طبعا يغن قيلية وقد يستيقظوا أوي توسين جميعا لما أن تودبع من أنهم هردين كسوا توسين مركي روي هردين مركي دبال دكاس قيلية طبعا قيلية فما كان مني أنا قوح كلا أو يعني يسونا دي مجرو أو أما أهرين كلا oo ii hadana fama kaana minni aniga xaqiiqo wax kale ma yaalo ila aan bakayto aneeyaan ooyey mooyane ila wala wado ooyey ana oo hindi ma ku dareebo kulay kiyara waan wada qeylnay ku yara mees ku tii ma hadhihi leelatu baan wa ma hayabeenkan al ajibatu yaabka ah ma yasadicu shakhsu qofku ma kari karo ama yasadicu miyaanu kari karin shakhsu qofku an yanaama inuu saxdo fi hada al makan meesan inuu ku saxdo miyaanu suurta gal ahayn waanu qofku awood lahayn ila wala guuda qeyliy إذن يحول أنت أسألنا كقيري دخلت الحاضرة وعصاق شتي حناني يسير عرورتها الغرفة قلق ويتصيح يدروا ويقال نسا محايلة ودواقسة بعد أن سمعت مركي مقاشي كذب أصوات البكاء عضبك أوهنت عرورتها مركي مقاشي أي صوق شتي وقال نسا وقالت وحيتي ما لكم تبكون هكذا محايد قد عاي يقول أوهيسان سنقو قيل نسا محايد قد عاي يسيدان قيل نسا ميكو يراكو هيا نام
كالية سيحدة جميعا دمانتين بس سيحدة بغتها هيا كالية ناموا سيحدة جميعا دمانتين سكت الجميع يقول ووضع آموسين دتك يرى فجأة كدسة مركبة وي آموسين عن البكاء وهيتي بيتوجين وكانه واحد مضايقه يفهمون إن فهميان كلامها عدك إن فهميان بعد مودابه أو خافوا إن كبغدين من سياحها يعني غير ذي كبغدين بقى أمو يفهمين أما غير ذي بكبغدين يدوا غيري خرجت يعني نوح لي مركا الحاضنة في حنان إس عرورته ويكبغدين ماشي من غرفة ناقل كي يجيب كبغدين فصرخ واحد غيري أحد الأطفال عرورتي رامت كم يدبر غيري وهو يمص يسقو مطسنا يتقيا إسبعه فرتيس لماذا تعاملنا محال نور رغم إساء هذه لماذا تعاملنا محال نور رغم إساء هذه الممرضة كبرنا النار استاهي هكذا استاه محال نور رغم إساء نهو قيل نسابوه أما تعرف مياني قرنين كبرني ابن من أنا أنوق ننك إدري مياني قرنين ابن أنا ابن من أنا ننك أنا إدري أنوك سوت شدي مياني قرنين نار استنيري محال استاه نور رغم إسابوه نظرت وانا يجي إلى الطفل إذن كي مانا يجي الذي إذن كي بجواري يقول حقي مانا يجي وقد كف على البكاء يسوقوا هنتي إسكت داي مركا ثم سألت وانا كي راح ويدي ما اسمك وارمقعاء قال رحل تشورج بالا إلا سماني أبي 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 بحي تشورج قلت وحانا لي له إذن كي مانا كي راح ونقول في استقراب أنا والله يا أبي ماذا محاتري تشورج ما تشورج باتري ماذا محي تشورج ما تشورج باتري هذا اسم كان ما مقع بعض يسميك به أبوك كان مقع ما مقع أبهاك هو بحيبه كان تشورج أنت عربي أظن عربي باتاي أما عجيب نسني عجيبي باتاي أجاب الطفل كي يروح كل شوي فالعربيين من عربيات بانه قلت له وحن قول يا أخي ولا الكيو النبي النبي أمر وحو أمري ألا أبا أبا ياشا بحسن اختيار أسماء أولادهم إن أي سوى نايسان أحوشان مقعيد عفروتو دي مقعوا نايسانو بحيان وكان وحبوها رسولكو يغيروا بدل جري الأسماء القبيحة مقعيد حنوه بدل جري مقعيد المقع حيسان مهبو ليه شورج أتسيكسو مقع عربيتنا مضاهبة قطع كلامنا هذا الكيغي واحد شري هذا الكيغي من نوسع دي واحد كلا شري تخول امرأة قوارفة صوكسي أنا أقول هلينا أخرى كلا وعلى وجهها وجهها إذا كان مقطو ابتسامة لو العدينة غسلسة إلى غرفة تناقل كيغي صوكسي والعجيب وحلا يابلي أن اسمها اسم مقعيدو أيضا هذا حاضنة يدنا وحنانية يدنا تنلفت يدنا وحنانية أنا أقول لك هلينا صوكسي كبرد ويد لو العدينة صوكسي حاضنة أيضا ليلة هذا حملة ويقاد الحاضنة حنانية يدي الجديدة أعصوي تلك ريضاً بي أيضاً هذا هو إيقاده وهي تبتسم يدو قصر لسي إيقاده وذهبت بي وحي إيقيسي إلى غرفة بي وحي إيقيسي قل كي هو يجوكتي وما إن رأتني إما يأرق أمي هو يدي حتى تسعت ابتسامتها وحب الله علي يعني قصر وين يدو العدين وين أي قصر شهو يدي مكي يأرقتي ومدت يدها قعنت يدي بي قصوف ديسي لتحملني سي إيقاده ووضعتني أين يدكتو على سدها اللابت هل كأين سارت اللابت وبدأت واحد بلاوضي وبدأت أن نوحا بلاوضي أرضعونا نشقو لبنها عن هيدي يو حنانها نحريس هيدي يا الله إلهيو ما أروع محاكو ليسن الدفء الديرماتك ترك هو يدا والحب كالقعيلك والحنانة هي حنانين تي إلالين تي هو يدا محاكو ليس ما أجمل محاكا معان محاكا قروح بطن اللبن اللذيب عانها معان يا كسو بحيا مسدري امي هويدي لابتيد ما ارحمك محاكا نحريس بدن نحريس بدنيدي وما احلمك محاكا دلقاد بدن يا رب الله يو يا رب الله فانت ارحم بنا اذا نوغن حريس بدن انغا من امهاتنا هويوينكيو وابائنا اي ابياشيبا اذا نوغن حريس بدن الهو لك الحمد اديغا مهدله ان جعلت واحد مهد كلهده اناد كدغتي رحمه اناد كدغتي نحريس هذه هي شيء نحريس وحبا كالكعيل وحنانا إيه إلالين في قلوب والدينا إن نوغلسي قلبي هذا والدكنا دلائي أبيه يبلي أيو ركيرا بينما أنا في هذه سعالة أنا أقول أن الله شعر حد لكتشرة وأمي هو يدينا تقبل رأسي ماذا حيقا يدون كان يسو إذ وقتها دخلت واحد صوقشي علينا أنك امرأة قبر
تحمل شيئا وحكوسي ده في يدها قعنتي وحكوسي دي علمت وحن وقالي فيما بعد مرضا به ومرضا ما وقالي أن هاي قبل راسي هاي الطبيبة الثانية اخترت هاي بنا وقالي ففحصتني وإباري سريعا سيد أخساء ثم أخذت وحد براوضي مالك إباري تكتبين وقرتو الشائن وحكو قرتو في ورقتنا ورقت وحكو قرتو لديها إيد أكيدة تالي ورقت أي سيدتي أي وحكو قررتي قبلي ثم أخذتنا وحد براوضي تكلمين لها هذا شو أمي هو يدي بيهتنا لها هذا شيء عن كيفية الرضاعة عن كيفية الرضاعة سيدا أي أسين خبك أي إيه شخصين يسو أي تهي شخصين الطبيعية طبيعية إلهي أبوري الصحية حق عافماتك شخصين عافماتك الطبيعية سيد هاي بيشكت وعقود لي سايا سايا سا ناس كوسي سايا سا ناس كوسي وعن أهمية لبن الأم وعقاش يا كيسي وحترك أي قيمها أي كفر لها الناس عانه ويدو ناس كويدة عانه يدو أما عانه ويدو قيمها إلى ذلك وأنه لا يوجد دينا لهلين ووشكتي على وجه الأرض نلك قود كيسة لبن عانا مثل عانا هو يد الله مدينا لهلين ما يشكت وعند الأدو يد قود كيدا عانا هو يد كو الله مدينه ما يالان تختار الدبار الناس قالت أمي هو يد وحي تري وهي تضع يد وردكتي يد وصارتي يدها قعنت يد بيسارتي على رأسي ماذا حاجة انتسا هو يد قعنت وصارتي آيات إن شاء الله حد الله إله دو لن أردعه ما تشقسين أيه وحكرت تشقسين ما أيه إلا من سدري لابتها إذا أمك تشق الدورة ويعني الناس كل لابتها كيال أمك تشق الدورة على كرسين ما يبيت وجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا للجزاء إلا أنها كأبال مريو أبالك وقونا أكسن على هذه المعلومات أقوان تعدي سيسي المفيدة الفائدة لي هذه قورن طي الما يرعى في مات كيسة عانها وناك قودة قابك الله سينا فائدة كتشرت هذه قورن علمك إلهي خير ونعيسنها كهذا أبا المريو ساسانا ييليا عانك الناسين ماي آيات الغويد في الصباح أرورتي في موعد الزيارة مركي لقالحي لقيب بوغسلة الله فسحي دكترك إلا سوقلو أقبل وحا صوبحي أبي أباي بصوبحي ودخل علينا ونو صوقل أباي قبل يوم مشهد بوسوق لكي ربا ورمي مصرون يسوق وفر حسن أيو نو صوقل والقى وكتوري السلام السلام على أمي هويد بكل السلام عليك أما السلام عليكم هويد أبو السلام أبهي وسأله هويدي كيف حالك سيتهي عافمات كاغا يا أم أنس أنس هويدي فالعافمات كاغا كورهم بكل وكيف حال الأستاذ أنس معلن كان أستاذنا معلن كان أنس نواسدي أستاذ بكل شيء كيرا هو ينيا معلن كان أنسنا حالدي سعافمات بالكورهم أنس كورهم بويري أبيه مركو صغري أجابت أمي هويدي با أجوابتي والدموع يضوء المضو في عينها إشهد كدائسة أنس مريض أنس وحنونسان يا بيتي يا أبا أنس أنس أبيه إن زعج وارققحي أبي أبهي واغترب مني ويسود واري وقال وحيري ما به يا أم أنس محاها يا حنونك يا وامحي أنس هويدي قالت أمي هويدي وحيتي لم يرم مسيحا طوال الليل حري أردن بمو سيحان لنك يري ولم يكف مو توتنين عن البكاء او هن موكرا تشرين ولم يرضع متشق الناس بالقدر انت الكافي كف الان لهيدنا ناسك كمو تشقين وحي ربك تشقي حتى الان الى امك واجروا وحي اسميين تحليلا بارتان حق عاثمات كان اسميين قولنا دخترك قالت امي هي وحي وهي تبكير اويسا يا ليتني المياء المياء اصاب بامراض الدنيا انا قال لي ولا كانوا عذرها أدونك يا الأردن ولا يشاك آري له مدين ابنينا كي بشوكة قضح واحدة كليا وحن شعلان لها يضع عذرها أدونك أنا يقول عان أو يلا استجنا عن قضح مدين وين كيد عرداد أو مارت يرحم مصانيا فهيك أبي أباه وقصر يقول ما كيساتني ووضع يده على كتف 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 أمي ووضع يده عندي سنو حصاري على كتف أمي هو يقرب كي يصارك عنك مالك كلمة داتين انتو قصلي ايو يقرب كي يصارك عنك وصارك عنك وقالوا حول انا اقدر وان قيمين ايا فيك اديك نحل هذا مشاعر الامومة درينده هو ينمو يد مقشده هو ينمو ينحلينته هو ينمو ايكو بوشرت وان قيمين ايا وان تحقرين ايا مرا يريسان ايو وهذا كن هو ينمو كاكينيسا الكبيرة درينده هو ينمو ايو وين يحضافك يا ام انس انس هو يدي خصوصا قار أهان وحاولي بأسي قيمين أيها أن أنس هو طفلنا وإلمه نودلي
الأول كوباد أهري بعد طول انتظار إنه مدة دير سوغين علمه ومدة دير عن رياضة قولوا لسنا أو أحبار ألين يعني مركا وانتح قرين إياه ترينك كوكوشرا يعني حدين تيهو ينمدل ليه بماي وهي وإلمه كوعرن أهري مدة دير رأينا وان أبا دير أيودي أوتاسي يدو أهل كيدي ميشي دبول ولكن أنت أنت ورد هوا أهتساسي ولكن هسيشي أنت ما أدقى أرحم وغن حريص بدن به إن كير من خالقه الله أوري ما دوغن حريص بدن تأضو ميا دوغن حريص بدن تاي والرازق الله أرزاقه ميا دوغن حريص بدن تاي أجابت وحكو جوابت أمي هو سريعة سيدك صار في التبع يعني طبعا لا ما يعني وغوابنا حريص بدن كرام ما يبيت فقال أبي أبي وحول إذن مركا هتان دوغن حريص بدن إلهي عليك عليك وحكو واجبة بالدعاء الله بري ما هو واجبة وحبا عذرها ويعرانيني استقعونه الله بري من الله عافمات سيهم واذكري حصوصه نعمة الله علينا نعمة الهي نسينا حصوصه فكم من أزواج إمسا حاسس أزواج حاسس اسقبا يتمنون رجينية وشعل لو تؤخذ منهم عيونهم إن ده لقى قاضي إن ده بيران إن ده بيران مقابل أن يرزقوا يقول يعني كنت أرسلين على أنت إن رسيه طفلا واحدا المقرأ يعني واحد جاء رجل يحاسس قوه شعلان لها حتى إنه هذا هدي لك قادئين المؤون السيون إن ببالحين إنه وابن دلوان عرنبو ليه مركا وخير اسنو بكسن دونه قال روحك شرعان وحبه هيني حمدي إلهي بديبو ليه إلهي نوال الله بري إن انكينر إلهي بكسن دونه قال دمي هو يدو حكري وقد تأثرت يدو رادو كجتري بحديث أبي هذا الكي أبهي راد بقرة بقلب جيدة وحتى حديثك هذا الكاغس يا أبي يا أبا أنس أنس به خفف عني وحي قفودي دي من جانب دم بيقفودي دي عرس سارة وزاد همومي وحسيك ردي هذا دم رجلا يدينا من عدة جوانب إن عيب بطن أخرنا وحبي يقفودي ويدم قي إن عنا وحبي يقفودي دي هذا الكاب أسأل الله تعالى له حمبر يا بيتري أن يحفظني لهي لاليو نساء المسلمين تدخل المسلمين تقدم ركودة في كل مكان ميكس تيجوا يعني دم قصلا قبضا وحقوبا نحدين تقبضا يعني درين كقبضا إلى هذو مركب مسلمين تحايل عليهم ميكس تيجوا آياتي شادي السيد أحمد عبد الله أي مارت قري مجلة الأسرة بالتصرف وحقوص بعض قال كني مجلة هذا الأسرة قويس كقول رنتا بتصرفنا وحبا على جبهة دري ومارت السيدي أم وابو قرين سيادين وسقام بار ومرك أم وحبا على جتقي أم وحبا على قدرين استيعاب ومعنه هو هدول الثمان كسر شيكينني تدريب واحد ليلة الكوباد ترتب سكوها بين الأفكار التلوينك التالية تصوص عرضها حسب ورودها سيقص أرورتي في الناس هذا الكلمة كان كسر شيكينني يا وحلاق صو قاضي وحبا لسوي داري سيقوها بيسنة وها بأذو الأفكار أثنو أفكارتي تمنع الأفكار مرتبة حقنا تقول سيقوها بيسن أفكارته محاكمة ألف بكاء أنس أنس بأوي وجميع الأطفال عرضي منو أوين في الغرفة قف قل كحنانة كشري وين صامرني با حملت وي قاضي الحاضنة قبل حنانيسي أنا سن أنا سوي قاضي إلى أمي هو يدي لبلا كيبه هري وانت هريسي تصالح يعني ما قال سوى هجاك سيد هاي بقولي با جيم بن جيم ودع أنا سن أنا سوى حلا في الحضانة ماشي حنانة وكان دوم هو يدي راح كشري في غرفة العمليات قل كقلينك أي كشري هبينك خمسة دال فحصت الطبيبة دخترد واحد باري أنا سبب باري وأنا ساحد أمه مرك باري إنك واحد لا ترسيه يدي أو ترسيه أسي شخصين تنظام كعانها ناس كعانها دونك أدق ميا مجران تلوين بيسيس ها لم يستجع أنا سنع نو أنا سمو كارين إنو سيحده هبينك وابين كل شيء وأولد أنا سنع أنا سوحا وكل شيء في أسرة مسلمة قويس مسلمة بعد علي زاي دخلت الحاضنة وها سوق شيء قبل دي حنانه سي عروته يرير فسكنت فسكت الجميع عروتي ردم با كامس عن البكاء وهنتي يغو يو سوق سي امس باي كوتي وسيخدا تانو واي امسين حدبا سيده او كل هريين انت ديب او نوقته نسكا اسوغه هاجاجي اسوغه خيسيبو كلين تدريب ثاني ليلسك لباد وائم اسكو هبه اسكو بيك بين العنوان هل كدغه في الف كجره والفقره تدعى با كج في با كجره لبدا اسره دونو أغدر أوه ما هو وائم إسكو هبه إسكونا هنانيو إسكو هجاج
بين العنوان هل كل دقة كتيرة في ألف قريبة ألف كم يوال فقرة في باء تدعى باء كتيرة مركا ألف العنوان هل كان هو عنوان هل كان هو باء رقم فقرة وفقرة النمبر كذا وما ألف الليلة الغريبة هبين يعني الليياب كلها غريب هبين أهر الله أرق غريب أهر الله أرق باء الطبيعة الطبيبة والنصيحة هل كان كتيرة يعني الطبيبة والنصيحة دخترت دي ثلاثة أي بحسي حقا واحد قرأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فقرات هذه كل شران مدل بكي سلط دونا بقى لقوله جيم ابتسامة الأم لولا عدين تي هويو أي سمسمر كينا كلاوك يعني ما فقروا إنك تيكو شرطة تلمان بقى لقوله وحريق ونس واحد حريق بقى تسمر نيساون دال الحاضرة والسياح تيحة نانيس عروتها إيا قيلة دي قيلة سي أمرك عروتها هويين يخدوا واخدي دال مشاعر الأمومة درينا هوية يا مارتي وأبوه قال لي هالفقرة اللي كنت تتابع سو جيبها لولا علامة سوحل واو الحضانة حنانة انت هي غرفة العمليات هي قلكي يعني قلينك ايضا يصدقونه زي الضيف الجديد مرتدي عصبائي المهيرا رشبه هاي سوير هالكوكو تريبا لولي يعني مركز ديبه نقطة الأخرى دوغمي دول بفريد سبات الإسان نمبر خاطة بدنا كفر إسان استيعاب ومعنى هو اللي فهمه ومفردات إرأيه يو تعبيرات يا هالأبور يا عرس أولا الاستيعاب أو الرأي تدريب واحد ككوبات ضع علامة صواب علامة صح كقر أو خطأ أو متخلط كقر ثم صحح الخطأ أو يحل الخلط هذا وصل صح أو قر الصواب حق ما تكون إساء هذا النص هذا الكني يتناول وحقادنا يا أو شيء أول أيام أنس ما المه وجوري أنس في الدنيا دي دخول صومري وارنتي وهمين كيكوبات بكبرهم يتين أول من حمل أنسا بين يديه قفك أهري قاضي أنس أمه هي دي بهي تاسوا غلط وأهري قاضي تي نيرست هاي بهي مارتي خدوبتي أمي دي تبين أنت أمي دي مرض أخترك خدوبت ثلاثة أول ملابس لبسها مريه أهري أهري أنس نك الله إلى هذا كانت بيضاء اللون مدو بكدو عدام بوها مايا خضراء اللون بهي تيوريز أختر دوغيه أو حدو يلا خدوبت أخترك لخدوبت أربعة أول طعام تذوقه أنس عن تدي هو ريود الدمية أنس في حياتي أنتم ولا التمر وهو ريزها حبت التمر به على لين يرى القصة شريبة وهو ريزي خمسة ودع أنس مع عشرة أطفال وحلال دقي أنس تمر عروة في غرفة اسمها الحضانة قل له هذا حنانة ذا يا حنانة أنت على دقي كاسا ورنا على دقي تمر عروة سجى ستة أصيب أنس بالمرض أنس وحقول عليه حنون بعد خروج من المستشفى مرة ترك قصة بحي وهو حنون صي ويشرتي سبعة أنس هو الطفل الأول لأبوي أنس وها إلمه وجهر أبيه يد على عرضها يدنا وصح وصح صحيح تدريب تالي ليلس كلامات أجي باختصار عما يلي وها صوص عصي كوبين وقتشوا مسم الضيف الجديد محوها مقع مرتد عصب الذي يروي قصته مرتد عصب إيش كذي سيسو خور رمية مقع عيسو محوها أديه كسخر لي أنس بوها مقع عيسو اتين بما شعر الابو محوض دريم ابوه وهو يحمل سغوسيدا ابنه انس لاول مره اني كيس انس سغوسيدا كل كي كوبات فرحه يا سعاده اي دريم علمها ودشاي ثلاثه كيف تقبل انس سدو كو قابلي انس اسم صاحب جورج يركي يرا جورج بلغه سدو قابلي ادي اد بو غران واي او ياو مغا خن بو اركي و هو يري مغا خن لا بدلاي مو مغا ابها كو بخيي با وا مها مغا من عربيت با تمسني كراتا aad uga fogaado uu ka faaqtay u garan waay magaca arbaa maada kan yafal rasuul sallallahu alayhi wasallam rasuulku muxuu ku sameen jiray bil asmaal qabiha magacayda xun kan ayuu qayiru habalani u bedeli jiray ba khamsa maada faalati tabibatu li anas maxay ku sameysay dhaqtaradu anas faasatu way baadhay sita mad duaa uladi daat bihi um anas li tabiba maxay ugu duceysay أنس هو يدي دخترتي واحد الجزاء كله خيرا خير الجزاء الله قصيه معلومات كأسي أقوم تعديك ورسبة كتن سبعة كيف دخل الأب سباحا على أمي أنس سدوه بصوق لي أبوه أرورتي أنس هو يدي مصفورا سوى فرحة أيو صوق لي ثمانية ما أول كلام قاله الأب لأمي أنس محوة هذا الكهري أنس أبيه وقبلي سكويري السلام عليكم بكم وصلاة مركو ورسي تسعى لماذا بكت أم أنس ما حي له أيدي أنس هو يدي وحي له أيدي إلما هيربح نسني أنس المريضة عشرة
ما آخر دعاء دعت به أم أنس ما هي هيد دعائي وجود بيسي يا أنس ويدا يا كدعي سي بحاول دعائي صدمر كمسلمين تابعتي إلهي ملك استوتشوا ما خال إلهي هو يوين كمسلمين تاع أيك تاسي كدعي سي ثانيا المفرد وأريو تدريب واحد ليس ككوبات هاتي من نص نسك كصوقات مفرد الكلمات والله الله بالصواب